جالك الريكوست من عند الطبيب المعالج او انت المريض انت اللي قابلته في المعمل عندك، ولقيت فيه فاميلي هيستوري اللي هو ده تاريخ مرضي في العيله ان عندهم انيميا بحر متوسط، لقيت فيه بالور، لقيت فيه جوندس، لقيت او ممكن مش كل دولك، ممكن حاجات بسيطه او الدكتور كتب لك الحاجات دي، انت بقى في المعمل هتعمل بلاد بيكشر. البلاد بيكشر لما تعمل صورة دم لازم أول كلمة تقولها لي إن المريض ده عنده أنيميا. طيب أنا هسألك، هقول لك أنه نعمل أنيميا، أنه نوع من أنيميا، هتقول لي المريض دوت عنده انيميا، والانيميا بتختلف على حسب ايه بقى؟ على حسب الاربع انواع اللي موجودين، سواء في الايه؟ اللي هم موجودين في الالفا، او موجودين الانواع الموجوده في البيتا. هتقول لي هو عنده انيميا، والانيميا ديت ممكن تبقى مايلد، وممكن تبقى نورمال هيموجلوبين ليفل، وممكن تبقى سيفير. هتقول لي الام سي في هنا منخفض والام سي اتش، تمام، يبقى انا عندي ام سي اتش منخفض، ام سي في منخفض، يبقى مايكروسيتك يا بكل مكان. وطبعا الار دي دبليو بتبقى نورمال في الحالات دي. الار بي سي، الار بي سي كاونت ممكن تبقى زياده وممكن تبقى ناقصه، بس اهم حاجه اللي بيحكمني الانديسز دول. بس خلي بالك الار دي دبليو هنا دي بتفرق لي الايرن عن الثلاسيميا. في الثلاسيميا ما بتتأثرش، لكن في الايرن بتزيد، لان الايرن مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا، والثلاسيميا مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا. بس انا في الايرن بعمل اتي، بعمل نسبه الحديد والفريتين والتي اي بي سي، والفيلم دي كريتيريا تاني، لكن في الثلاسيميا لا، الايرن مش انيميا تكسيريه، يعني في البلاد فيلم ما فيش فيه ساينز اوف هيموليسيس، المانيفستيشن بتاعت الهيموليسيس، لكن في الثلاسيميا بلاقي كل الساينز بتاعت الهيموليسيس في الفيلم. فهنا الام سي في والام سي اتش بعلق عليهم الارض ده. وبعد كده انت بقى هتستعرض ايه؟ هل دي ثلاسيميا ميجر ولا انترميديا؟ هل دي نوع ثلاسيميا ميجر او انترميديا؟ تستعرض الكلام بتاعه ترجع بعد كده. ماشي. في الثلاسيميا مهم جدا جدا تعلق لي على البريفرا بلاد ستيند سمير. لو انت ما قلتش ايه اللي خلاك شكيت ان هم ثلاسيميا او انيميا تكسيريه، يبقى انت ما عملتش بلاد فيلم. في البلاد فيلم هتلاقي ايه؟ بريفرا بلاد مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا، او مايكروسيتك هايبوكروميك ار بي سيز، الار بي سيز مايكروسيتك. وبعدين تبص، بص هنا شوف الخلايا صغيره والهيموجلوبين ناقص جدا في جواه. الشكل بتاع الار بي سيز مختلف، في كبيره وفي صغيره وفي عامله زي تير دروب سيلز وفي تارجت سيلز، فده كله اسمه ايه؟ بكوليسيتوزس. ده الاختلاف في الشكل، واختلاف في الحجم يبقى انايزو بكوليسيتوزس، اختلاف في الشكل مختلف في الحجم. يبقى في بلاد فيلم بتاع الثلاسيميا مايكروسيتك هايبوكروميك ار بي سيز، كويس، انايزو بكوليسيتوزس، برافو عليك، ميني تارجت سيلز، انت كده ايه تاخد امتياز. وممكن شويه تير دروب سيل وشويه الكتروسايتوزس. لو قلت تارجت سيل ما ذكرتش تارجت سيل يبقى انت ما جاوبتش. طب وايه تاني؟ ونتيجه ان كرات الدم الحمراء بتتكسر فبيطلع اللي قبلها ارتيكلوسايت، فارتيكلوسايت بتبقى كبيره ولونها مزرق اسمها بلوكروميزيا.
ومن الريتيكولوسايت كمان بيبقى فيها لسه بقايا من الار ان ايه بنسميها، بيبقى حاجه اسمها ايه بيزوفيليك ستيبلينج. طيب وايه تاني؟ ولو كانت الانيميا عنيفه خالص ده احنا هنطلع كمان المرحله اللي قبل الريتيكولوسايت، يبقى مين؟ النورموبلاست اللي هي النيوكرييتد ار بي سيز. دول موجودين فين؟ دول موجودين في الفيلم اهو، لو انت بصيت على الفيلم ده موجود اهو، ادي البيزوفيل ستيبلنج، ادي الار بي سيز وفيها ايه؟ وفيها بقايا الار ان اي، دي بيزوفيليك ستيبلنج، والبيكشر اللي احنا شايفينها دي. ومش كده وبس، مش موجود عندكم الرسومات دي خلي بالك، كمان انا هساعدك اكتر كمان عشان اخليك مخك ناضج واخليك بتعرف تفكر وتتخيل. ادي التير دروب دي سيل، تير دروب سيل الخليه اللي عامله زي قطره الايه الميه او الدمعه، لما تدمع وتنزل تبقى بهذا الشكل تير دروب سيل. ومش كده وبس، بتلاقيها في وسط الخلايا وانت بتفحص الفيلم، وتلاقي التارجت سيل، ادي الخليه اهي فيها، بص الهيموجلوبين مش موجود فاضيه اهي، وفيه هيموجلوبين يتحوصل في النص، فيبقى زيه اللي زي الهدف، زي ما بتنشن بتمسك البندقيه وتنشن عليه، اسمها تارجت الخليه الهدف. دي البيكشر بتاعت السلاسيميا او الهيموليتيك انيميا. الهيموليتيك انيميا دي البيكشر بتاعت الهيموليتيك انيميا، سببها ايه؟ بتفضل تفحص بقى، هل هي ممبرين؟ هل هي انزيم؟ هل هي تارجت؟ هل هي هيموجلوبين؟ احنا دلوقتي امتى احنا شغالين فين؟ في الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين الامراض اللي بتسيب الهيموجلوبين اتنين، يا بيتا يا الفا سلاسيميا. البكشر بتاعهم ازاي تحت الميكروسكوب؟ هي دي. هتفرقهم ازاي؟ هتفرقهم بالجينوتايب، الدراسه الجينيه، والالكتروفوريس. والالكتروفوريس. واحيانا بالفلوسيتومتري، تدفق الخلايا. بس لما تيجي تمشي تمشي اي بي سي واحده واحده. اول حاجه عنده انيميا ما عندوش انيميا. تشتغل عنده انيميا ولا مش انيميك ولا نوت انيميك، تعمل التلاته هيموجلوبين ار بي سي كاونت هيماتوكريت، منهم بتطلع تلاته هيموجلوبين الانديسس ام سي في ام سي اتش ام سي اتش سي، هتعرف انت مايكروسيتك ولا نورموسيتك ولا ماكروسيتك، وتمشي بعديهم تعمل براد فيلم هيوضح لك، هيوضح لك نوع ايه في الانيميا اللي قدام، يخليك تشك هل دي تكسيرية؟ التكسيرية ايه؟ هي انيميا تكسيرية، بس هل هي هيموجلوبينوباسي؟ ولا سلاسيمياز؟ هتبص في الفيلم وتعرف. هتعرف دي هيموجلوبينوباسي ولا سلاسيميا؟ سلاسيميا خلاص. اتنين يا بيتا يا الفا. هتبص على بلاد فيلم تشوف. بلاد فيلم تشوف ايه فيهم؟ دول. اللي انا قلتهم دول، مايكروسيتا كايبوكروميك انايزوبكيوليسيتوزيس تارجت سيلز ميني تير دروبس اليبتو بوليكروميزيا بيزوفيريك ستيبلينج نورموبلاست. ممكن تشوفهم كلهم، ممكن تشوف حاجات منهم. وادي الصوره بتوضح يعني ايه نورموبلاست، وريت لك في فيلم قبل كده الخلايا الايه الار بي سيس الفانوي، يعني ايه بيزوفيريك ستيبلينج يعني الخليه شكلها ايه، يعني ايه مايكروسيتك الخلايا مايكروسيتك اهي، يعني ايه تارجت سيل اهي خلايا الهدف اهي، يعني ايه تير دروب سيل اهي خلايا بتبقى فيها تير دروب سيلز، كلها مانيفستيشن بتاعت الهيموليتيك انيميا سلبها ايه سلاسيميا. طيب هتعمل ايه بقى في الفحص؟ انت عملت دول في التشخيص، لازم تعمل ريتيكولوسيتيك كاونت اهي ريتيكولوسيتيك كاونت. لو ما عملتش ريتيكولوسيتيك كاونت يبقى انت فقدت نقطة مهمة جدا. مهمة. الكاونت هنا بيزيد. والتيبلسيت الكاونت دي طبعا يعني عن خلية كبيرة بتبقى مزرقة في البلاد فيلم از لوغر سبيشالستين بريليانت كريزال بلو. اهي زي ما مكتوب اهي بريليانت كريزال بلو، يظهر الستيبلنج اللي جواها اللي هو بقايا الار ام بتبقى بيزوفيل جواها. ولما انا بصبغها بالصبغة وبقدر اعدها كمان. وانا وريتها لكم ورسمتها لكم قبل كده وشفتوها. يعني ايه في الافلام السابقه؟ يوجوال اليفيتد كبير.
خلي بالك بقى لو احنا في الالفا ثلاسيميا وفي نوع الهيموجلوبين اتش وفي حالات الهيموجلوبين اتش ايه اللي بيحصل؟ قلت لك بيحصل ترسيب في الهيموجلوبين ويدينا حاجه اسمها جولف بول ابييرانس في ار بي سيز. جولف بول ابييرانس ارجع للايه؟ للرسمه اللي فاتت قبل كده زي كره الجولف. بس خلي بالك انا بفرجها بفرجها عن الهاينز بودي. الهاينز بودي دي بتحصل مع فين؟ مرض مين؟ حد شاطر يقول لي؟ اه سمعتك برافو عليك، في طالب شاطر قال لي الهاينز بودي دي يا دكتور بتبقى في الجيكس بي دي ديفيشنز وبتبقى في جزء كده من كرات الدم الحمراء، عشان كده بيجي السبرين بيعمل بايتس بيعضها بنش بنش كده بياكلها وتبقى ايه عامله زي كريست كده هلال، كان في حته هلال فيه اسمها بايت سيلز، ده في الهاينز بودي. لكن في الاتش اللي موجود من اتش ديزيز لا، بتبقى متوزعه في كل الخليه ديستريبيوتي هيموجلوبين سيت. دي في التفريق عن هاينز بودي بتحصل في الهيموجلوبين اتش والهيموجلوبين بارتس. اسمها ايه؟ الهيموجلوبين اتش والهيموجلوبين بارتس السيل ار بي سيز بتبقى اسمها جولف بول ابييرانس زي كره الايه؟ الجولف. ولما بظبط يبقى انا لما بشوف الفيلم في حاله الثلاسيميا بركز على الاتش، بعمل اول حاجه انيميك ولا مش انيميك، وبعد كده احسب الانديزز واعمل بلاط فيلم اشوف ايه اللي فيه تحت الميكروسكوب، لان ده اللي هيوجهني عشان اروح في انه مكان عشان اشخص نوع الانيميا الهيموليتيك نفسها. وبعدين اخد سيلز الدم اعمل له التكليسيتيك كاونت اشوفها اخبارها ايه، وافرد فيلم كمان واسبغه بالبريليانت كريزايت بلو. انا بفرد للسوبرا فايتالستين للريتيكلوسايت اللي اسمها بريليانت كريزايت بلو، ببص على العدد وغير كده كمان ببص كمان على في جولف بول ابييرانس ولا لا. في سبيشال تيست، بس السبيشال تيست دي بتبقى في الالفا ثلاسيميا مش في البيتا. في سبيشال تيست بس بيبقى فين؟ في الالفا ثلاسيميا مش في البيتا. ايه هو السبيشال تيست؟ اسمه اسيد اليوجانستين. اسيد اليوجانستين بص كده على الفيلم، الفيتال سيل الخلية بتاعة الطفل وانت لسه في بطن ماما ليها لون، والخلية لما بتتولد ليها لون، الادلت سيل والفيتال سيل. مش احنا قلنا في الالفا ثلاسيميا بتزيد الجاما تشين؟ اه، لان ما عنديش الفا. فانا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ايه؟ كولهاور بيتك بروسيدور، خواجه كولهاور عمل ايه؟ قال لك ان الاسيد بي اتش ويل ديسولف الهيموجلوبين فروم الريد سيلز. يعني لو حطيت كرات الدم الحمراء في انبوبه وحطيت عليها الريجنت ده هيديسولف بي اتش اسيدك. لكن الهيموجلوبين اف لا، مش هي مش هيريزيست. اجي افرد الفيلم واصبغه بصبغه الليشمان، نتيجه ان فيها هيموجلوبين اف ودي ناتيوريتد فبيبقى داخل الخليه. فلما اجي اصبغه يصبغ ايه؟ يوسين، يصبغ احمر يوسين كمان. فالادلت سيلز ابير از غوست سيلز. هو اير السيلز ويز اف هيموجلوبين ستين فارينج شادز اوف بينك. فالخلايا بتاعه الشخص اللي هو الناضج اللي هو البالغ تظهر كانها شبح، لكن مين اللي بتبقى ظاهره؟ خلايا الجنين نفسها. فدي
تدل ان ايه، ان الشخص دوت عنده هيموجلوبين اتش او هيموجلوبين بلس هيموجلوبين. في حاله ايه؟ في حاله الثلاسيميا، الالفا ثلاسيميا هيموجلوبين اتش. يبقى انت لو جالك سؤال في الامتحان اسيد ديليوشن ستين تعرف ايه اللي بيحصل اهو. ودي بيفرق الهيموجلوبين اتش، الفيتا هيموجلوبين اتش بتاع البيتا ثلاسيميا من الالفا ثلاسيميا. اخر حاجه في تشخيص، التشخيص العام للثلاسيميا سواء بيتا ولا الفا، بعمل هيموجلوبين الكتروفريسس، فصل الهيموجلوبين بالتيار الكهربائي. وده بقى هيوضح لي نوع الثلاسيميا اللي قدامي، هل هي بيتا ولا جاما. ده النورمال الكتروفريسس وده الابنورمال الكتروفريسس. ارجع بقى للالكتروفريسس، كل اللي انا شرحته تقدر منه تشخص. وادي الصوره دي بتوضح لي الالفا ثلاسيميا اللي هو هيموجلوبين اتش. وطبعا بما ان لو انا عملت كوانتيتيشن للهيموجلوبين اي 2 هيبقى عالي في حاله الالفا ثلاسيميا. هو الهيموجلوبين اي 2 بيتكون من ايه؟ الفا وجاما. فالالفا مش موجود فالجاما تزيد فيبقى elevated. اللي انا عايزه منك، اللي انا عايزه منك تركز هنا. تركز في ايه؟ تركز في اللي انا قلته ده كله. هنكتفي بهذا القدر.